هل الحيض والنفاس يكون عدة للمرأة؟ النفاس تنقضي عدتها بوضع الحمل، وإنما النفاس لا يجوز وطئها فيه لأنه مثل الحيض. نعم، ما هو من أجل العدة، ما هو من أجل أنه من العدة، لكن من أجل أنه مثل الحيض. ولكن لو طلقها في النفاس، امرأة نفساء أولدت منه وطلقها، طلقها أو مات عنها وهي في النفاس، فهذا النفاس لا يعتبر شيئا، ولا بد من عدة جديدة للوفاة أو للطلاق، والنفاس لا يدخل فيها. نعم.